الجمعة 11 على التوالي، الجزائريون وكالعادة يخرجون بقوة في ساحات العاصمة الكبرى على غرار ساحة البريد المركزي، وهنا في ساحة أول ماي في بداية الساعات الصباح الأولى توافد هؤلاء للتعبير عن مطالبهم التي رفعوها منذ 22 من فبري وبدأت تتطور رويدا رويدا. اليوم في 3 ماي 2019 رفع هؤلاء مطالب كان عنوانها الأبرز تغيير النظام ورحيل الوجوه السابقة وبداية عهد جديد في جزائر مستقلة بتغيير جذري وبرحيل الباءات الثلاث. مساحة أول ماي لقناة البلاد أحمد خالد.